درتو؟ كي دارت صحتكم؟ نتمنى اموركم تكون بخير وعلى خير. كيف غادين مع الصيام؟ امور مزيانه. اليوم ما كاين حتى شي حاجه. اليوم بغيت نشارك معكم اي هذه المقله العجيبه هذه اللي دايره ضجه في السوق. نتوما انا خديتها بغيت نجرب فيها بغرير حداكم، مازال ما عمرني ما استعملتها، قلت نشاركها معكم مباشره باش نشوفوا واش بصح يصدق لنا فيها بغرير ولا لا. المهم اول حاجه الطحن ديال الماركه انا اللي خديت. المهم اول حاجه ثقيله بصراحه، هي زوينه ثقيله ولكن ما عرفتش واش غيصدق فيها بغرير. المهم انا دايره هنا غير كميه صغيره تاع المقادير. بالنسبه للمقادير البغرير راح حطهم في القناه، اللي بغى المقادير مضبوطين. دابا نحط له الرابط ديال البغرير انا بغيت نجرب حداكم وصافي باش نشوفوا المقله واش فعلا تصدق فيها بغرير ولا لا. نجربها قدامكم، ندير شي شويه ديال الملحه. كلشي تيعرف المقادير ديال المغرير، شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره المعجونه وخنيشه حمراء، ودرت هنا شويه ديال الفينو وشويه ديال الدقيق الابيض. كما قلت لكم انا ما عطيتكمش المقادير هنا مضبوطين، انا بغيت نشارك معكم غير المقله، هذا هو الهدف من هذا الفيديو. وبالنسبه اللي بغى المقادير مضبوطين ديال المغرير راح حاطهم في القناه، دابا نحط لكم الرابط ان شاء الله. انا نشارك معكم هي المقله باش نشوفوا واش فعلا اللي تدير بغرير او لا. غنخلطوا مزيان ونطحنوا، نخلي واحد شويه يختامر، وفاش غنبغي نطيبوا نطيبوا ان شاء الله حداكم مباشره. نرسى ندير فيه معلقه صغيره ديال السكر سنيده في البغرير، اللي بغى يديرها يديرها. دابا انا ما غاديش ندير، انا عندي الغرض غير السيده نقله. هذا هو الهدف عندي من هذا الفيديو. صافي ندير كلشي هنايا في الخلاط. هانتوما كما تشوفوا انا دابا طحنتو، نخليه غير في الغرف ديالو ونغطيه، نخليه واحد شويه يخمر فاش نبغي نطيبو ان شاء الله غادي نتلاقى معاكم. انا درت المقله تسخن، هانتوما نشعل عليها، درتها تسخن كما تشوفوا البغرير ها هو خمر. انا دابا غنبدا نطيب وحداكم باش نشوفو هاد المقله العجيبه. بسم الله يا غرفه تدير لك تقريبا ثلاثه، وانتم الغرفه دارت لي ثلاثه الحبات صغيرين بصراحه. بالنسبه ليه رقاوي كاع ما تقنعوا هادي. المهم انا شاركتها معكم مباشره بالنسبه للاخوات اللي بغاو يشريوها. هانتوما شوفوا بغرير ديالها تبارك الله بدات يتقب، هانتوما كيفما تشوفوا.
زعما انا والله العظيم اول مره تنجربها، قلت نشاركها معكم نشوف واش بصح تيصدق فيها بغرير ولا لا. نتوما كيفما تشوفوا نتوما الثانية نتوما شوفوا كي جاي نوريهمكم كاملين نتوما شتو شتو وخفيف صراحة جاي. ما قلت لكم انا راه ما عطيتكمش المقادير هنا مضبوطين، المقادير مضبوطين راه عندي في القناه، انا بغيت نشارك معكم غير المقله فقط. انا جربت لكم فيها دابا اليوم بغرير، ان شاء الله نجرب لكم فيها الحرشات صغار حتى هما. اي حاجه درتها في هذه المقله نشاركها معكم. ها نتوما شوف كيف تيجي السباتولا تتبان من التحت، شفتوها بحق راه صغير بزاف بزاف. نعاود حداكم بسم الله، غير ما تعمروش هاد الحفر هادو، ديروا فيهم غير شويه. انتما تتشوفوا المغرفه اللي عندنا، المغرفه المغروفه عندنا شحال تدير لي من وحيده مع الصيام، بديت ندخل نخرج في الهضره نضحككم بعدا شويه. بلا هانتوما شتو تبارك الله الصراحه تيصدق فيها بغرير زوون، عجبتني انا بعدا بالنسبه للبغرير. غير هو كيف ما قلت لكم راه ستيت وقالوا لها صاحب الشمال راه صغير بزاف. شوفوا قد يداش، شوف الكف ديال يدي، هو بصراحه زوين. نتوما ودغيا تيطيب في الصراحه، المهم اللي مازال ما خطاتش هاد المقله العجيبه مترددة. انا درت حداكم بغرير فيها وجربتها حداكم، زوين تيجي في صراحه كله مقاد شكل واحد. نتوما شتو نعاود ان شاء الله، اما انا غنبقى هكا مستمره حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي كامله. نعذر درت غير شي شويه، تبارك الله راه غادي يخرج ليا كميه كبيره. نبقى مستمره حتى نكمل هذا الشيء اللي عندي كامل ونعاود نتلاقى معكم. انا ساليت انتما شوفوا تبارك الله الكميه اللي تحت، حيت صغير تحت تبارك الله كميه كثيره. انتما شوفوا كيف تيجي في الصراحه غزال. بيني وبينكم انا جربتها قدامكم والله اول مره خدمتها هي معكم. انتما شوفوا كيف تيجي في الصراحه غزال. وباش زوين ما تدهنيها ما تتمسحيها، هانتوما هي كيف ما تتشوفوا. كنت نحطو نيشان مباشره ما دهنت ما حتى شي حاجه، راه مازال شويه سخونه. هذا هو الشكل ديالها، هانتوما نوريها لكم مزيان. خديتها انا هذه ب 110 دراهم باش خديتها، ودقيق لها بصراحه راه ثقيله وزوينه، وماشي بالضروره تخدموا بها غير بغرير، راه يمكن لكم تخدموا بها بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. اي حاجه خدمتها فيها غنشاركها معاه. شحال واحد ما غيزعمش يقول لك غتلاقي البغرير ما عنده ما يدير بها، ولكن لا بالعكس غادي تصلح لشحال من حاجه. يمكن نخدموا فيها بضبوط صغير يجي غزال، يمكن نخدموا فيها حريشات صغار حتى هما يجيو فيها فني، لي كريب صغيورين بالنسبه لاعياد الميلاد ولا اللي عنده هكا حفلات تيبغي يدير هادشي ديال الصباغي ديال العشيه. هادشي صغير في صراحه غادي تخدم بزاف، غادي تنفع
انتما كيفما تتشوفوا فيها سبعة، جوج ربعة، اه سبعة، سبعة بغريرات. انتما شوفوا كيف تيجي، انتما طيبها بصراحة، طيبها زويون، انتما مذهب، ما تتحرق ما تتخطف ما تشي حاجة، كيف ما قلت لكم راها ثقيلة. انتما كله كله، انتما كله مجعب. عاد هاد التالي نطابو حسن ديك النقلة الاولى اللي درت، راه عاد زربت عليها ما خليتهاش سخنات مزيان، ما التالي راه كامل. انتما كله لهاد الجهة لهاد الجهة، انتما كيما تتشوفوا كله جا متقد صراحة، عجبني بزاف. قلت لكم اللي عينو كبيرة راه ما تقنعوش هادي حيت صغيور بزاف، ولكن الوليدات انا ولدي عجبوه كل اربعة، عجبه عجبو الشكل ديالهم، كان لي بغرير صغيور طيلا كل اربعة. مو بحال هكا الواحد يغير ويبدل على المعتاد اللي موالفين دائما. نتمنى ان نكون عطيتكم فكرة على هاد المقلة، نكون قلت لكم هذا هو الثمن باش غادي تاكل واحد باش تبيعها. كاينه اللي تبيع ب 100 درهم، كاين 120، المهم انت وزهرك وشطارتك. المهم انا خديتها ب 110 درهم. نتمنى انني نكون فدتكم، والى فرصه مقبله ان شاء الله. ولا تعجبكم بحال هذه الفيديوهات ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه، ودعموني بلي لايك، وتبارطاجيو القناه ديالي للاهل ديالكم والاصدقاء. وشكرا لكم بزاف، ومبروك عواشركم مره اخرى. يلا السلام عليكم.